إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة الإعلام التربوي تقدم حوارات في التربية. حوارات في التربية، تقريب للمسافة بين الفكرة والتطبيق، بين الواقع والطموح. حوار بين كل أطراف المنظومة التربوية والتعليمية لغد أكثر إشراقا، استثمار مستقبلي في طلاب اليوم. حوارات في التربية. حوارات في التربية. حوارات في التربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم معنا في دورة جديدة متجددة للبرنامج التربوي حوارات في التربية. نعود في هذا المساء، مساء الأربعاء، مع عودة المدارس وبدء العام الدراسي الجديد 2017-2018 للميلاد. نعود لحواراتنا التربوية المتنوعة والمختلفة وذات الارتباط بالشأن التربوي. أكثر من موضوع وأكثر من فقرة بالتأكيد ستكون حاضرة في هذا البرنامج. التجديد أيضا هو سمة وميزة ستكون حاضرة في برنامجنا، كما هي سمة وميزة موجودة أيضا بمختلف مدارس السلطنة والقائمين على العملية التربوية والعملية التعليمية في سلطنتنا الغالية. برنامج حوارات في التربية من إعداد وإشراف دائرة الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، ويسعدني أن أصحبكم في حوارات هذه الحلقة خلفان العاصمي، وتشاركني ذلك الزميلة فايزة السلطية، وفي الإخراج دائما مخرج حوارات في التربية الزميل سيف القرداني.
تحية مسائية رائعة لكم أيها الأحبة. وبالفعل قابوس نادانا مولانا حفظه الله ورعاه، نادانا إلى التعليم منذ بزوغ فجر النهضة المباركة في عام 1970، وكلمة جلالته الشهيرة: سنعلم أبنائنا ولو تحت ظل الشجرة. واليوم مع بداية عام دراسي جديد 2017-2018، طلاب وطالبات السلطنة والمنتمين للحقل التربوي في هذه السلطنة الغالية يجددون العهد والولاء يا مولاي للسير قدما في عملية التعليم وتطوير التعليم، وأيضا النهل من كل مصادر التعليم المختلفة. فايزة السلطية زميلتي هنا بالأستوديو اللي راح أيضا تكون جزء من حوارات هذه الحلقة. فايزة مساء الخير، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، ومستمعين الكرام بألف خير، وكل عام وطلبة المدارس أيضا يكونوا بخير بإذن الله تعالى. وعام جديد مميز مليء بالكثير من الإبداعات والتميز بإذن الله تعالى، إن شاء الله يطل عليهم. وهو في كثير يعني في مختلف المراحل الدراسية مفعم بكثير من أنواع الأنشطة، من أنواع الفعاليات، مستعدين إن شاء الله يكونوا للبحوث، وأيضا جدول المذاكرة يتمنى يكون حاضر. أنصحهم دائما يكونوا النوم المبكر للاستيقاظ المبكر بالتأكيد. ويمكن احنا نتحدث الآن عن أسبوع ثاني من بداية العام الدراسي الجديد، وعودة برنامجنا أيضا ليواكب هذه المرحلة في العام الدراسي الحالي 2017-2018. أيضا إن شاء الله راح ننوع وراح نجدد أيضا في مواضيعنا طوال العام الدراسي الحالي هذا من خلال برنامج حوارات في التربية. احنا ثبتنا موضوع الحوار الرئيسي راح يكون حاضر، أيضا ثبتنا فقرة رئيسية نتحدث عنها أيضا اللي هي طبعا إبداعات. نعم. وأكيد طبعا يستحق هؤلاء الطلبة مساحة من برنامج حوارات في التربية للتعمق حول الابتكارات المتنوعة ومواهبهم وإبداعاتهم، وأكيد في مساحة قادمة بإذن الله تعالى. اليوم جديد أيضا البرنامج فقرة اسمها حدث الأسبوع. طبعا ربما اللي تابع برنامجنا في الدورات الماضية في السنوات الماضية كان أيضا يلاحظ الأخبار، وقفنا فقرة الأخبار استحدثنا فقرة حدث الأسبوع. راح نختار حدث كذا بارز إن شاء الله ونقرأه إن شاء الله. الحدث الأبرز في هذا الأسبوع وش كان؟ هذا الحدث إن شاء الله راح نتعرف على تصريح لمعالي الدكتورة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. راح نتعمق في هذا التصريح وبعض الأشياء التي يجب أن نهتم فيها إحنا أيضا كأسرة تربوية بالتأكيد من خلال الكلمة التي وجهتها معاليها بمناسبة أيضا بدء العام الدراسي الجديد. موضوعنا الرئيسي سيكون إن شاء الله حول المعلمين الجدد. كل التحية لكل من انضم إلى مدارسنا من المعلمين الجدد، نقول لهم أهلا وسهلا بكم في هذه المنابر، منابر التعليم، وإن شاء الله راح تكونوا عون وسند أيضا لزملائكم وزميلاتكم في هذه المدارس، وأنتم تخطون أيامكم الأولى أيضا في السلم المهنة، مهنة التدريس، هذه المهنة السامية بالتأكيد. راح نركز أيضا بشكل مفصل في عملية تدريب وتأهيل هؤلاء المعلمين من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالمعلمين العمانيين الجدد، وأيضا تفاصيل إن شاء الله راح تكون حاضرة من خلال حلقة هذا الأسبوع ولحلقات البرنامج للعام الدراسي 2017-2018. كونوا معنا مستمعين ومتابعين. فإذا إن شاء الله راح تلتقي بالمستمعين في فقرتي إبداعات طلابية وأيضا حدث الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله نحن معكم على الهواء مباشرة وحوارات في التربية.
القيم حواسيب أساليب تطاول شامخ القمم. هنا للعلم أفلاك مجارات وآفاق، هنا للعلم منهاج، هنا للنور ميثاق. حوارات في التربية. الحوار الرئيسي. الحوار الرئيسي. مساكم الله بالخير أيها الأحبة أينما كنتم مستمعين ومتابعين لإذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا حوارات في التربية، ومباشرة إلى حوارنا الرئيسي، الحوار الرئيسي المعلمين الجدد. رح ناخذ هذا الموضوع بأكثر من محور. المحور الأول فيما يتعلق بالمدرسة وأيضا عملية استقبال المعلمين الجدد، وكذلك ما يتوجب على إدارة المدرسة أو أيضا على المعلم الأول لكل مجال أو لكل مادة في عملية استقبال هؤلاء المعلمين الجدد. الجانب الآخر هو التدريب الخاص بالمعلمين الجدد من خلال برنامج مخصص ينفذه المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، وبرنامج ممتد أيضا راح نتعرف على تفاصيله من خلال ضيفتنا هنا بالاستوديو الأستاذة انتصار بنت محفوظ السليمية، مدربة بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. أستاذة انتصار مساء الخير. مساء النور أستاذ خلفان، وأهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير وعودة. أيضا أعتقد كل من له علاقة بالعمل التربوي الآن تسجل عودته أيضا مع بداية العام الدراسي، والكل الآن يعمل أيضا من أجل المعلم، من أجل الطالب، ومن أجل العملية التعليمية. أكيد بالفعل، وبإذن الله راح يكون عام حافل بالعطاء والإنجاز بإذن الله إن شاء الله. وقبل أن ندخل في موضوع التدريب أيضا نرحب بضيفنا اللي موجود عبر الهاتف، الأستاذ درويش بن مسلم الكيومي، مشرف عام اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم. أستاذ درويش مساء الخير. مساك الله بالخير أستاذ خلفان، حياك الله. كل عام وانت بخير وعودا حميدا. يعني كل عام وانتم طيبين إن شاء الله، وجميع التربويين من معلمين ومشرفين ومديرين ومديرات، الجميع كل عام وهم بخير بإذن الله، وعام دراسي حافل بالعطاء والإنجازات بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أستاذ درويش، احنا نخصص اليوم حلقتنا حلقتنا في موضوعها الرئيسي للحديث عن المعلمين الجدد اللي احنا نرحب فيهم بين اخوانهم واخواتهم في مدارسنا المختلفة، وهم عنصر جدا مهم بالتأكيد، ونبارك لهم التعيين، نبارك لهم ايضا الانضمام لحمل رسالة التعليم. عادة من خلال دائرة الإشراف بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، هناك أيضا توجه في عملية استقبال المعلمين، في عملية أيضا ماذا تقدم لهم المدارس، ماذا يقدم لهم المشرف الأول أيضا في كل مادة من المواد أو مجال من المجالات. أولا طبعا المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية أرسلت تعميما أو نشرة تربوية تتعلق بالمرتكزات التي يستند عليها المشرف التربوي والمعلم الأول ومدير المدرسة في عملية المتابعة الإشرافية للعمل. ومن ضمن هذه المرتكزات وضع خطة متكاملة لمتابعة ودعم المعلمين الجدد، سواء كان هذا المعلم الجديد منتقل للمدرسة المدرسة أخرى، أو المعلم الذي تعين حديثا في المدرسة. يجب طبعا على أو ينبغي على المعلم الأول بالتعاون مع المشرف التربوي ومدير المدرسة وضع خطة دعم ومتابعة لهؤلاء المعلمين من أجل عطاء أفضل
مع بداية تعيينهم أو بداية قدومهم إلى المدرسة. نعم جميل. أيضا المشرف أو اللي هو المشرف المقيم ربما كمصطلح يطلق عليه، اللي هو المعلم الأول في كل مادة أو في كل مجال، هل هناك توجيه لهم بأنهم يجلسوا مع المعلمين الجدد، أيضا يتعرفوا على تفاصيل البيئة المدرسية والعمل المرتبط بالمادة الدراسية أو بالمجال؟ بطبيعة الحال كما ذكرت لك أستاذ خلفان، هناك توجيه مباشر من قبل المديرية. نعم. إلى الحقل التربوي بضرورة وضع خطط لازمة. المعلم الأول دوره محوري في هذه العملية، على اعتبار أنه هو المعلم الأول، هو المباشر. نعم. في العملية الإشرافية على المعلمين، وبطبيعة الحال ينبغي على المعلم الأول أن يقدم كل الدعم لهؤلاء المعلمين الجدد، ومن خلال طبعا إطلاعهم على المستويات التحصيلية للطلاب في المدرسة. نعم. وخاصة في الصفوف التي سوف يعني يقوم بتدريسها هذا المعلم الجديد، إضافة طبعا إلى 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 الزيارات المتابعة، إلى الإنماء المهني، الورش التدريبية، وغيرها من طبعا من أشكال الدعم التي ينبغي طبعا أن يقوم بها المعلمين. وكما ذكرت لك هناك توجيه مباشر. نعم. إلى المشرفين وإلى. نعم. المشرفين الأوائل. نعم. وكل المعنيين بعملية المتابعة والدعم للمعلمين بضرورة إلى هذه الشريحة. نعم. الجديدة طبعا اهتماما خاصا، حتى طبعا يندمجوا بصورة سريعة. نعم. في عملية التدريب. أنا أشكرك جدا أستاذ درويش بن مسلم الكيومي، مشرف عام اللغة العربية بدائرة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، أحسنتم. شكرا. وأنا أوجه التحية لكل إدارات المدارس. ربما في بداية العام الدراسي لما كنا نزور المدارس لنقل أيضا تفاصيل اليوم الأول من العام الدراسي، لاحظنا أيضا الكثير من الاهتمام والكثير أيضا من البرامج اللي تتبناها هذه المدارس لاستقبال معلميها الجدد، وأيضا وإحنا نحضر حتى لهذه الحلقة. سادة انتصار، أهلا بك معنا، ومباشرة ندخل لموضوع التدريب الخاص بالمعلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع التدريب الخاص بالمعلمين يتم في المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. نعم. وهو برنامج تدريبي يستهدف جميع المعلمين العمانيين المستجدين في الميدان التربوي في. نعم. سنتهم الأولى. نعم. هذا البرنامج يمتد لمدة عام واحد، يحضر من خلال المعلم 4 فترات، لكل فترة محور أساسي أقوم بالتركيز عليه. نعم. وهذه المحاور متماشية مع المعايير المهنية ومع مهارات القرن 21. جميل. وكذا البرنامج يأتي تحت مسمى معين اللي هو البرنامج برنامج المعلمين الجدد، برنامج تدريب المعلمين العمانيين الجدد. نعم. أيوة. جميل. أهمية التدريب للمعلم الجديد، يعني قد يقول قائل ما هو المعلم متخرج، وبعضهم خريجين حديثين أيضا، هل محتاج للتدريب المعلم خاصة في سنته الأولى من العمل؟ أهمية ذلك؟ الأهمية تكمن من عدة جوانب. أول شيء المعلم الجديد يأتي للمركز التخصصي بخبرات معينة. نعم. لأنه إحنا نستهدفه في الفصل الثاني، ومقدار من المعرفة بحكم خبرته اللي مرت عليه وفترة دراسته. هذه المعارف يتم تطويرها لمهارات من خلال المركز التخصصي، من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية النشطة والفعالة اللي أقوم بمحاكاتها داخل القاعة. نعم. التدريبية. إذا أنا جالسة أكسبه مهارات. جميل. جانب آخر، أنا أهتم بهذا المعلم ككيان وليس فقط كمعلم، كفرد من المجتمع. نعم. يعني أركز على مجموعة من القيم اللي راح يغرسها في الأبناء، لأنه هو في المستقبل يعني هذه الطلاب هم اللي راح يعني هو اللي راح يكون المهندس أو. نعم. الطبيب أو. نعم. المعلم، فهذه القيم اللي أنا أعطيها للمعلم راح. نعم. يعكسها في الطلاب. نقطة أخيرة، إنه روافد المعلمين الجدد متنوعة ومختلفة، ما جايني فقط من داخل السلطنة وإنما من دول مختلفة. نعم. وحتى من داخل السلطنة من روافد مختلفة، هذا يشكل تحدي للوزارة يتم معالجته بإدخال هؤلاء المعلمين جميعا وهذه الروافد على اختلاف. نعم. مدخلاتها وخبراتها في مكان واحد للارتقاء بها إلى مستوى. نعم. محدد من المعايير. جميل. نقطة جدا مهمة، يعني أنتوا يعني عندنا خريجين من جامعات خارج السلطنة أو داخل السلطنة مختلفة أو من كليات، الآن إحنا محتاجين أن نوحد
الرؤية، نوحد الوجهة اللي ممكن هم يصيروا عليها، فهذا البرنامج هو يأتي لتحقيق ذلك بالفعل. نعم. والتقائهم في قاعة نعم. واحدة نعم. من مختلف المحافظات، من مختلف المخرجات، من نعم. مختلف نعم. هل يتم تعريفهم بفلسفة التعليم في السلطنة وسياسة التعليم في السلطنة من خلال هذا البرنامج؟ أكيد يتم تعريفهم بهذه الأشياء، يتم تعريفهم بالمعايير المهنية اللي يفترض أنهم يصلوا إليها كمعلمين، وأنهم نعم. يطبقوها. الفترات يعني احنا نستهدف مثلا في الفترة الأولى على سبيل المثال نركز على التعلم النشيط، التدريس والتعلم الفعال نعم. والإدارة الصفية. في الفترة الثانية التقويم، التعلم القائم على الاستقصاء، تفعيل التكنولوجيا بقيمة مضافة. هذه قد تكون مواضيع بحته في نعم. لكن أنا أركز كذلك على الموضوع اللي طرحته، أركز على المعايير المهنية اللي يفترض أنه هو نعم. يحققها، وعلى جودة جميل. التعليم اللي أنا أريدها منه. جميل. الآن الفترة الزمنية للبرنامج أو البرنامج الزمني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني. أيوه. بالنسبة للي تم تعيينهم هذا العام. جميل. كم يظل يعني؟ يظل سنة. سنة. أنا أستهدفه يعني في الفصل. خلينا هنا أنا أرسم يعني على الورقة. جميل. الفصل الثاني. أيوة. تمام. واجتاز الفصل الثاني. أيوة. بعدين متى يجي يكمل الفصل الأول العام الجاي؟ صح؟ أيوة. الفصل الأول العام الجاي وبعدين؟ يجي مرة أخرى في شهر 2. بعدين نعم. يجي مرة أخرى في شهر 5. نعم. أيوة. يعني أيضا ثلاث فصول هو. أيوة. يكون ثلاث فصول. لا سنة كاملة. سنة كاملة. أربعة فصول. أربعة فصول. أيوة. جميل. جميل. يعني أربع مرات يجي عندي. جميل. آلية أيضا التدريب. يعني هل مثلا أنه يفرغ يحضر إلى المركز التخصصي؟ أيوة. هو لما يحضر إلى المركز التخصصي يحضر لمدة أسبوع متكامل. أسبوع متكامل. أيوة. يكون مفرغ من. يكون مفرغ. نعم. يحضر التدريب المباشر. وطبعا أنا أستهدف، أرجع للنقطة اللي ذكرتها أستاذ خلفان، أستهدفه في الفصل الثاني. لماذا؟ نعم. علشان أتيح له فرصة أنه يمر بتجربة حقيقية ميدانية في الفصل الأول. جميل. فما أستهدفه مباشرة. جميل. بمجرد حضوره. جميل. عشان أيضا يكون إذا في نقاش، إذا في شيء يكون. أي. هو من واقع تجربة ومعايشة. بالفعل هذه المهارات راح. نعم. يطبقها لاحقا. نعم. أثناء التدريب في المركز. نعم. نعم. كذلك أتيح له الفرصة للتعرف على قدراته الحقيقية. والقدرات والحاجات الأساسية للميدان يتطلبها، فلما يجي عندي يكون على وعي بهذه. نعم. الأمور كلها. جميل. الآن هل هناك دفعات انتهت يعني، أو لأنه أعتقد عملية تدريب المعلمين الجدد أنيطت للمركز التخصصي منذ فترة. أيوة. بسيطة كان يقوم بها أيضا مركز التدريب الرئيسي. بالفعل. التابع للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية. هل تم تخريج دفعات، أو هل هناك دفعات أنهت يعني فترة التدريب كاملة؟ أيوة، أنهينا دفعتين حتى الآن. نعم. والآن في الدفعة الثالثة راح تحضر تدريبها الثالث في. نعم. نهاية شهر 9. هل طرى نوع من التجديد على المادة أو على المحتوى المقدم منذ بدأ هذا البرنامج حتى البرنامج القادم في الفصل الثاني؟ أكيد. نعم. هناك دائما في أشياء تستحدث في البرنامج. نعم. في أمور يعني يتم تغييرها، خاصة طبعا. نعم. لل يعني ارتباطنا بالمؤسسات. نعم. أخرى، فنتم يعني نقوم بتغيير بعض البرامج طبعا لاحتياج المعلمين. جميل. شو رأيك نسمع الآن المعلمين نفسهم جميل. وش يقولوا عن البرنامج، خاصة المعلمين اللي أنهوا البرنامج في. أيوة. احنا مسجلين مع معلمين ومعلمات أنهوا البرنامج. ومعلمين ومعلمات ما زالوا في البرنامج، يعني راح يجوكم الفصل هذا الفصل الأول إن شاء. أيوة. الله. جميل. ووقفة أخرى بيكون فقط للمعلمين الجدد، أيضا شو احتياجاتهم من التدريب، ما هي الاحتياجات اللي يتمنوا أيضا تكون حاضرة في البرنامج التدريبي. نستمع لهذه الحوارات المسجلة. أنا أحمد المخمري، معلمة مجال ثاني، انضممت للبرنامج في السنة الماضية شهر 3. احنا الدفعة رقم 3 ايضا. استفدت من البرنامج من حيث التدريب المباشر، استفدنا من الوسائل المعروضة، من الارشادات اللي تلقيناها من المدربين، استفدنا من الوسائل مثلا في ضبط الصف، في الادارة الصفية، ايضا استفدنا من الاستراتيجيات المعروضة من بعض البرامج الالكترونية اللي علمونا اياها. البرنامج بشكل عام برنامج جيد، ولكن هو يعني نوعا ما لا يراعي نصاب المعلم، يعني النصاب يكون والمهام اللي ناخذها من المركز التخصصي يكون جدا ضغط على الحصص، فيعني احنا نتمنى لو يكون في مراعاة.
محمد بن عبد الله بن علي أنبو سعيدي معلم علوم، التحقت بالبرنامج التخصصي في عام دراسة 2016-2017، كانت تجربة جيدة، كانت تجربة متميزة. طبعا تعلمنا الكثير منها في استراتيجيات التدريس وغرس قيم المواطنة لدى الطلاب واستراتيجيات القرن 21. طبعا كان تفاعل كبير لدى الطلاب في الحصة الدراسية من حيث الاستراتيجيات والتنوع. لما التحقت في البرنامج التخصصي حصلت على الكثير من الاستراتيجيات اللي خلتني أنا أطبقها داخل الحصة الدراسية، مما أدى إلى تنوع لدى الطلاب وتفاعلهم في الحصة الدراسية. رجابة حمدان الشيدي معلمة مجال أول، أنهيت هذا البرنامج وكانت ثمرته واضحة جدا من خلال تطبيقي في البيئة التعليمية. طبعا لاحظت مدى استيعاب الطلاب للمادة من خلال التنوع في الاستراتيجيات، وهي استراتيجيات تجمع بين المرح والتعلم. كذلك أشاهد في وجوه الطلاب البسمة والفرح من خلال استخدام هذه الاستراتيجيات، ويعطي المعلم أفكار في تقديم الدروس. أطمح أن أمنح شهادة إتمام التدريب معتمدة. عمر خميس بطل قاسمي معلم لغة إنجليزية. طبعاً أتاح لنا المركز التخصصي الفرصة العظيمة لتطوير مستوياتنا، أتاح لنا خيارات عديدة وفتح لنا أبواب ما كنا نعرفها، يعني في مجال التدريس وطرق التدريس اللغة الإنجليزية وكيفية يعني استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في البيئة الصفية بحيث تتيح للطلاب الاستمتاع والتعلم، ما تكون الطرق اللي هي التقليدية. نطمح إن شاء الله نرتقي أكثر يعني ونطور أنفسنا أكثر في التعليم والتدريس. أيضا استكمالا لهذه الشهادات معنا مداخلات عبر الهاتف. عندنا ماجدة بنت صادق الهوتية معلمة مجال ثاني بمدرسة الازدهار للتعليم الأساسي. سادة ماجدة مساء الخير. مساك الله بالخير أستاذ، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا. وأيضا المختار بن محمد الرواحي معلم لغة عربية بمدرسة الغبرة الجنوبية للتعليم الأساسي بولاية الجازر بمحافظة الوسطى. أستاذ مختار مساء الخير. مساء النور والسرور أستاذ خلفان، ومساء النور لجميع المستمعين. أنتوا أنهيتوا البرنامج صح، البرنامج التدريبي الخاص بالمعلمين الجدد؟ صحيح. نعم أستاذ ماجدة، نبدأ معك ونتحدث عن رؤيتك لهذا البرنامج، استفادتك منه أيضا. طبعا في البداية التحقنا ببرنامج المعلمين الجدد قد جاء في الوقت مناسب، حيث كنا في بداية مسيرتنا في مجال التدريس، وحقيقة قد واجهنا صعوبات كثيرة قبل البدء، خاصة في تعاملنا مع طلاب الحلقة الأولى. تم البرنامج على مراحل، التقينا مجموعة من المعلمات من مختلف مناطق السلطنة، مختلف التخصصات، قمنا بتبادل الخبرات فيما بيننا، وكان التدريب عبارة عن مجموعات ونطبق فيها استراتيجيات مثل استراتيجيات التعلم التعاوني وحل المشكلات وغيرها الكثير. وتم أيضا مناقشة الصعوبات التي تواجهنا والبحث عن حلول لها. نعم، بعد ما أنهيتي فترة البرنامج وجدت نفسك أنك أنت رجعتي للمدرسة بشكل مختلف، بمهارات، بقدرات مختلفة؟ صحيح صحيح، فتخطيت معظم الصعوبات اللي كانت تواجهني. تطبيق أساليب مبتكرة في الإدارة الصفية، أساليب تعزيز وبرامج حديثة في التعامل مع الطالب، وأيضا التركيز على التعلم باللعب خاصة مع الطفل، والتركيز على المحسوسات. نعم جميل. أستاذ مختار، أيضا وأنت من ضمن المعلمين اللي أنهوا البرنامج، كيف تنظر لهذا البرنامج انعكاسه عليك وعلى أدائك المهني بعد ما أنهيت فترة التدريب؟ طبعا أستاذ خلفان، هذا البرنامج طبعا كان مفيد ومثري ويحتوي على الكثير من الأنشطة والأفكار والمهارات التي تجعلني كمعلم يعني العملية التعليمية أكثر شمولا وفاعلية. وهذا المركز بحد ذاته أعتبره مركز يعني منارة إشعاع الذي يدفع لعجلة التعليم نحو التقدم والازدهار في السلطنة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. نعم، بالتالي أيضا هل هناك مهارات معينة أو معارف معينة أنت وجدت بعد عودتك من هذا البرنامج أنه إذا طبقتها أنا داخل القاعة الصفية راح تغير أيضا في عملية أدائي المهني داخل القاعة الصفية؟
نعم طبيعة الحال يعني تغيرت بعض الطرائق، اكتشفنا بعض الطرائق والأساليب التربوية الجديدة التي سهلت علي أنا كمعلم يعني تفاعلي مع الطلاب وتفاعل الطلاب معي، ويعني جعلت المحور التعليم الأساسي نحو الطالب. جميل، أنا أشكركم جدا، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في عامكم الدراسي الحالي 2017-2018. شكرا لك أستاذة ماجدة. شكرا جزيلا لك. وشكرا لك أستاذ مختار. شكرا استاذ خالد. شكرا. اذا احنا نتواصل مع ضيفتي هنا بالاستوديو الاستاذه انتصار بنت محفوظه السليميه، مدربه بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. استاذه انتصار اهلا بك معنا. يا اهلا استاذ خالد. يا مرحبا وسهلا. خلينا قبل لا ارجع للاسئله اللي انا محضرنها ايضا نتحدث عن بعض الملاحظات. النصاب، هل هناك ايضا توجيه لادارات المدارس بان تقلل انصبه المعلمين والمعلمات الملتحقين بالبرنامج، خاصه اذا هم يقولوا احنا كيف ممكن ان نوازن ما بين أعمالنا وما بين أيضا متطلبات البرنامج، يعني أعمالنا اللي تطلبها المدرسة أو وظيفة التدريس وما بين أيضا متطلبات البرنامج؟ هناك توجيه لجميع مدراء المدارس بأنه يتم تفريغ المعلم الملتحق ببرامج المركز التخصصي لمدة يوم. هذا التفريغ المشكلة أنه يضغط المعلم في بقية الأيام، يعني هو لا يخفف من نصابه وإنما يفرغه في يوم لإنجاز مهامه، لكن يخليه ينضغط في أي برنامج. ماذا ينبغي الآن على إدارات المدارس؟ ينبغي مش بس على إدارات المدارس التركيز أستاذ خلفان، إنما على المعلم نفسه. هذا من التحديات اللي هو يواجهه كمعلم جديد، تحدي قائم على الوقت وجودة العمل المطلوب منه. يجب أنه يأخذ الأمور بمحمل الجد ويأخذها بجدية ويحاول أنه يأقلم، يعني يتأقلم. كل مرة هو يحضر معنا في المرة التي تليها يمكن بعد شهرين، فأنا أحاول أن أنا أقلم نفسي خلال هذه الشهرين أن أقوم بإنجاز مهامي، مع العلم أن المهام المطلوبة من صلب العمل اللي أنا أقوم به في مدرستي وليس مختلف. كذلك أنه أنا يكون لدي دافع للتعلم الذاتي، وأن يكون عندي دافع لتطوير ذاتي، وأني أحاول أن أنا أتغلب على مسألة الوقت قدر الإمكان. طبعا أكيد أنه المركز يناشد مدراء المدارس بالتعاون مع هؤلاء المعلمين، لكن أحيانا قد تكون الإدارة المدرسية منضغطة أصلا. أكيد أيضا أكيد في ظروف كثيرة الإدارة أدرى بها. جميل، أيضا ما ذكرتي وأعتقد أنه أيضا عندهم يوم يمكن مفرغين فيها، هذه جيدة أنهم ينجزوا أعمالهم. بالفعل. الشهادة، يعني ما في شهادة تمنح بعد إتمام البرنامج؟ طبعا أي برنامج يجب أن يخضع لمعايير مهنية، هذه المعايير المهنية داخلية سواء عمانية أو خارجية من قبل جهات الاعتماد. لكي يمنح شهادة معتمدة وبرنامج المعلمين الجدد وغيره من البرامج يعني يسعى للحصول على هذه الشهادة، وما يزال يخطو خطواته لكن بشكل متسلسل ومدروس علشان يحصل على هذه الشهادة، فالحصول على الاعتمادية اللي تأهله للحصول على الشهادة. أنا ما أبحث هنا على المنتج، أنا أبحث عن الجودة علشان أمنح شهادة. جميل. لكن العمل. المتدرب يقضي فترة سنة أنه يتدرب، وبالتالي أيضا هو بيكتسب مهارات، لكن يحتاج إلى إثبات أني أنا تدربت لمدة سنة مثلا. إذا كان إثبات وشهادة حضور هذا لا خلاف عليه أستاذ خلفان، أنا معاييري أعلى وطموحي جميل. أعلى. لكن لو تم إقرار الشهادة هل ستمنح بأثر رجعي للمتدربين السابقين ولا؟ ستمنح أكيد بالتأكيد، مدام أنه راح يعمم منح شهادة هذا ما راح يلغي عن السابقين، مدام أنه تخرج، وهذا ينطبق على جميع البرامج ليس فقط برنامج المعلمين الجدد، حتى اللي أنجزوا في البرامج الأخرى لم يحصلوا بعد على شهادة. في ضيوف جايينكم الفصل الثاني إن شاء الله. أيوة على أهبة الاستعداد. جاهزين أنتوا؟ مرة جاهزين. جميل. أنتوا عادة تأخذوا أو تستقروا احتياجات التدريب من المعلمين أنفسهم، أنه شو حابين تتدربوا، أو أيضا ما هي المتطلبات اللي أنتوا تريدوا أنكم تتدربوا عليها؟ تأخذوا هذا الرجع من المعلمين؟ أيوة نأخذ من المعلمين في يعني استمارة التقييم الإلكترونية. المتدرب يعبيها في آخر يوم من التدريب في الفترة الأولى وفي كل الفترات. جميل. فإحنا نأخذ هذه الاحتياجات والتغذية الراجعة من المتدرب نفسه ومن خلال تواجدهم في القاعة التدريبية، ونفس الشيء من الميدان لما نروح زيارات ميدانية. جميل. إحنا ركزنا اليوم
على فئة معينة من المعلمين، إنزين اللي هم المعلمين اللي غير خريجين كليات التربية، هم خريجين لكليات متخصصة مثلا، وهم بالصدفة يعني أنهم كلهم مجال ثاني، يعني معلمات مجال ثاني، خريجات مثلا تقنية أو خريجات أيضا تخصصات غير تربية، أخذوا مؤهل تربوي أو أخذوا تأهيل تربوي، والمفروض أنهم يكونوا مدرسين مال، لكن هم تعينوا كمعلمات مجال. رح نسمع لاحتياجاتهم التدريبية الآن. أيضا خلوني أوجه الشكر الجزيل لمدارس مدرسة كنوز المعرفة المسائية، مدرسة الفضيلة للتعليم الأساسي أيضا المسائية، ومدرسة الحارثة بن خالد للتعليم الأساسي. خولة عبد الله المعمري، تعيين جديد معلمة مجال ثاني. طبعا أنا تخصصي الأساسي كيمياء، والآن أدرس علوم ورياضيات، فمحتاجة مهارات في تدريس الرياضيات واستراتيجيات يعني، وبعد بالإضافة إلى المهارات في التعامل مع الأطفال بما أننا من أول لرابع، وإن شاء الله نستفيد من هذا البرنامج. زينب القاسمي، معلمة مجال ثاني. طبعا بما أن مجال ثاني هو أدرس المرحلة الأولى للطلبة، فأتمنى من البرنامج أنه يساعدني أو أني أخذ منه وأتدرب منه استراتيجيات جديدة تساعدني على التعامل مع الطلبة، على أساس أقدر أفهم هاي الطلاب وهاي الأطفال وأقدر أني أتعامل معهم. نوف النوفلي، بما أني تعيين جديد، فأتمنى من البرنامج أن أستفيد منه في تعلم استراتيجيات التعلم وإدارة الصف، نفس الشيء تعلم دروس الإلكترونية بمنها الجيل جيل إلكتروني، وأتمنى أن البرنامج يضيف شيء لي ويطور من مهاراتي إن شاء الله. سيماء عبد الله البلوشية، معلمة مجال ثاني. طبعا فخورين بالتحاقنا بمهنة التدريس لنؤدي رسالتنا السامية لهذا الوطن الغالي. بما أن تم تعييني كمعلمة مجال ثاني، وقد كنت طبعا درست في الجامعة كتخصص فيزياء، فأني أطمح للبرنامج التدريبي للمعلمين العمانيين الجدد أن يركز على هذه النقاط، مثلا الإدارة الصفية والانضباط خاصة لطلاب الحلقة الأولى، أيضا استراتيجيات التدريس العلوم والرياضيات خاصة بالنسبة للرياضيات. نوف محمد البادية، معلمة مجال ثاني. نحمد الله ونشكره على تمام النعمة وأنه قد تم تعييني في هذه الوظيفة السامية، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في إداء هذه الرسالة العظيمة. بما أنه تم تعييني معلمة مجال ثاني وتخصص الرئيسي كيمياء، أطمح من البرنامج التدريبي أن يركز على كيفية إعداد الوسائل الحديثة بما تسهم في إيصال المعلومة بشكل سهل ومرن للطالب، وتوضح للطالب ما يحتويه الكتاب المدرسي بطريقة تؤديه إلى الفهم السليم، أن يركز على مهارات التواصل البناءة والفعالة. آمنة المعمرية، معلمة مجال ثاني. أنا فخورة بتعييني كمعلمة، وأشكر وزارة التربية والتعليم على اهتمامها بتدريب وتأهيل المعلمين، وأطمح أن يركز هذا البرنامج على الاستراتيجيات المستخدمة في تدريس العلوم والرياضيات والتقنيات الحديثة، وكيفية استخدام السبورة التفاعلية وطرق تعزيز الطلبة وتشجيعهم على الدراسة. خاصة بنت سيف بن سالم الفقري، معلمة رياضة مدرسية. احتياجاتنا من التدريب أساسيات الحصة مثل الانضباط، تقسيم الحصة، كيفية السيطرة على الأطفال، كيفية تحضير المنهج والدروس وآلية تحضيرهم. نريد نتبع طرق حديثة، طرق سهلة، طرق فيها ذكاء، فيها حماس، خصوصا في منهج الرياضة. نريد نعرف بعد التدريس الفعال كيف يكون من خلال التدريب وطرق استخدامه والأساسيات المتبعة فيه. أهلا بكم وتحية للأستاذة انتصار هنا بالاستوديو. أستاذة انتصار، كان التركيز ربما مثل أن ما ذكرت في مقدمة هذه اللقاءات بأنه محتاجين هما إلى مجموعة ربما من الكفايات فيما يتعلق بمادة الرياضيات أو المواد اللي هما أصلا ما كانت تخصصهم، لكن بحكم أيضا تعيينهم كمجال ثاني تم أيضا تكليفهم بتدريسها. كذلك كان التركيز على التقنية الحديثة وعلى أيضا متطلبات أو كفايات القرن الحادي والعشرين. طبعا المواضيع اللي ذكروها مثل ما ذكرت أستاذ خلفان ذات شقين، الشق العام اللي متعلق بالمهارات العامة، وهذه راح يجدوها يعني باستفاضة في الفترتين الأولى والثانية والرابعة. الموضوع اللي يحتاجه الآخر اللي هو التخصصي، وهذا راح يتشربوه بشكل كبير في الفترة الثالثة، لأنهم راح
يتدربوا على مادة تخصصية اللي هي بالنسبة لهم دائما تشكل العلامة الفارقة في التدريب بشكل نعم. كبير، لأنهم يتدربوا على استراتيجيات تتعلق بمادتهم، فلا يخاطب هنا كمعلم جديد فقط ولكن في مجال تخصصه. فهذه النقاط راح تغطى بشكل كبير في الفترات الأربع اللي ذكروها. تفعيل التكنولوجيا قائم في الفترات الأربع مع التركيز على تفعيل التكنولوجيا نعم. بقيمة مضافة وليس نعم. فقط تفعيل التكنولوجيا كشكل نعم. نعم. جميل. عموما وإحنا نسجل معهم تطرقوا إلى بعض الجوانب الإدارية، قلت لهم يوم تلتقوا فيهم إن شاء الله في بداية الفصل الثاني تكلموا في الأمور الإدارية الأخرى، وإن شاء الله تتسهل كل الأمور ونحن على أهبة الإستعداد بإذن الله إن شاء الله. والتحية لكل القائمين أيضا على هذا البرنامج ولكل أيضا القائمين على المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. إحنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة، أنا أشكرك جدا سادة انتصار بنت محفوظ السليمية مدربة بالمركز التخصصي للتدريب المهني بالمعلمين، شكرا لحضورك، شكرا أيضا لهذه الإضاءات حول برنامج تدريب المعلمين الجدد، شكرا لك سادة. شاكرة لك أستاذ خلفان، شاكرة هذا اللقاء القيم والمثري. إذا نحن نتواصل معكم أيها الأحبة حوارات في التربية بعد قليل، زميلتي فايزة السلطية إبداعات طلابية وأيضا حدث الأسبوع. حوارات في التربية، إبداعات طلابية، إبداعات طلابية. حياكم الله مستمعينا من جديد ومكملين معاكم إبداعات طلابية. بالتأكيد عندنا مبدعين مبتكرين وأيضا حققوا الكثير من الإنجازات في مجال الابتكار العلمي، كان لهم دور في البحث أيضا العلمي، خصصوا أوقات كثيرة من أوقات فراغهم وأيضا أوقات دراستهم من أجل هذه الابتكارات. أكيد رح نتعرف عليهم من خلال فقرتنا لهذا اليوم ونمسي عليهم وهم معانا الحين في الاستوديو. حياكم الله، معنا يونس سالم الهنائي من مدرسة جيفر بن الجولندا طبعا سابقا يا يونس، ونبارك لك طبعا التخرج أيضا. وأيضا معانا طيف عبد الله العريمي من شمسة الخليلي، حياك الله معانا يا سيف يا طيف، منورتينا اليوم. سعداء طبعا فيكم اليوم في برنامج حوارات وفي أول حلقة من برنامج حوارات في التربية وفقرتنا اللي هي إبداعات طلابية. خلينا نبدأ معاك أنت يونس في البداية، كلمنا عن ابتكارك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يونس بن سالم محمد الهناي. طبعا ابتكار هو استدامة المياه، هذا الابتكار يساعد المستخدم على أنه يتحكم بكمية المياه عن طريق الهاتف النقال. في تطبيق هناك يقدر يتحكم بأي كمية مياه مثلا للأطفال أو حتى للكبار، يتحكم يعني بكمية المياه للحنفية، يقدر مثلا يخليه يتكرر، مثلا يخليه كشكل دوري،
يقدر يزيد مثلا الوقت، يقدر يزيد الكمية، يتحكم جميع التفاصيل عن طريق هذا التطبيق. نعم، إذا الفائدة منه أنه يتحكم في كمية المياه المستخدمة. أيوة أن نعم. الشخص اللي يستخدم هذا الابتكار راح يعطيه طبعا فرصة التحكم في المياه، وخاصة طبعا للأطفال وعبثهم بالمياه وغيره، وأنه ما عندهم أيضا الوعي الكافي بإدراك أهمية المياه. خلونا ننتقل أيضا مستمعينا إلى طيف. طيف، أيضا ابتكارك وكيف جات فكرة الابتكار عندك؟ طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطالبة طيف عبد الله العريمي. نحن بدايتنا كانت عبارة عن فريق طلابي مكون من 3 طالبات، أنا وزميلتين معاي ريم البلوشي ومآثر العبري. طبعا بدايتنا كانت من حاضنة الابتكار من المدرسة، كنا نقوم بورشات مناقشة، ورشات يعني مع الأستاذة، يعني لإيجاد ونناقش أهم المشاكل التي تواجه البيئة البحرية العمانية. نعم. فوجدنا واستنتجنا أن هناك مشاكل عدة تواجه البيئة البحرية، من أهم هذه المشاكل هي صناعة البلاستيك أو مادة البلاستيك. فوجدنا أنه البحار العمانية تتأثر أو يعني تتعرض إلى كميات كبيرة من البلاستيك، ومثل ما نعرف كلنا أن البلاستيك يحتاج لفترات طويلة لكي يتحلل. فهذا كله يضر بالبيئة ويضر أيضا بشكل أساسي في الكائنات والأسماك والكائنات البحرية. جميل يا طيف، إذن أنت وأيضا ريم ومآثر كنتوا كفريق ومجموعة مميزة في عمل هذا الابتكار لخدمة البيئة. خلونا أيضا الحين نتطرق لنتحدث عن مشاركتكم في مدينة فورتاليزا البرازيلية اللي كنتم مشاركين فيها في فعاليات الملتقى العلمي العالمي. هذا طبعا الملتقى ومشاركتكم فيه، خلينا طبعا نشوف إيش الفائدة من يعني إيش الفائدة اللي أنت حققتها من خلال المشاركة في هذا الملتقى يا يونس؟ طبعا حققنا الكثير من الفوائد من خلال المشاركة في هذا الملتقى. من ضمن الفوائد اللي مثلا حققناها إني شفنا مثلا مشاريع الناس الثانية. نعم. طبعا هنا حوالي 400 مشروع. فمثلا تشوف جميع الابتكارات من مختلف الدول، ابتكارات يعني ابتكارات جميلة، تقدر مثلا تستفيد من هذه الابتكارات، كيف صنعت، كيف تقدر مثلا تطورها في المستقبل مثلا، ولا كيف انك تقدر تضيف فيها اي حاجة مثلا عشان يستوي كابتكار جديد مثلا انك انت تمتلكه، او ابتكار طبعا يخدم البيئة اللي انت عايش فيها. صح. وايضا من ضمن الفوائد اللي استفدناها ايضا شاركنا في بعض الورش، مثل ورشة تعلم العلوم، ورشة كيفية تعلم العلوم، صعوبات تعلم العلوم في دول العالم. نعم، رح نرجع لك طبعا حول هذه الورشة، ولكن خلينا نشوف أيضا طيف استفادتك من خلال هذه المشاركة، وأيضا أبرز الابتكارات اللي حسيتي إنها لفتت انتباهك في هذا الملتقى. طبعا أول شيء أنا شاركت بمشروعي يمكن ما ذكرته أول شيء، اللي هو بعنوان فندلاستيك، اللي هو عبارة عن بلاستيك صديق للبيئة، ونحن صنعنا بديل للبلاستيك، وهو عبارة من مواد طبيعية. من أهم هذه المواد هو نشا البطاطا الحلوة. هذا البلاستيك مميز، أول ما نرميه في مياه البحر يقوم بالتحلل ويتحول أو يذوب ويتحول إلى أكل أو طعام للسمك والكائنات البحرية. طبعا أول ما شاركت في البرازيل هذا يعتبر يعني نوصل رسالة عن بلادنا وعن أهم اللي قمنا به من ابتكارات. نعم. يعني ننقلها لدول العالم اللي مشاركة كانت في هذا الملتقى، وأيضا نحن اكتسبنا خبرات منهم شاركناهم. طبعا من أهم المشاريع طبعا ركزت عشان أشوف المشاريع اللي هي قريبة من مشروعي. أيوة. أستفيد منهم، أشوف إيش الأشياء الجديدة اللي أضافوها في يمكن أجربها على مشروعي عشان أطور في هذا المشروع. نعم، أنت طبعا شفت الكثير من المشاريع هناك المميزة، وكان هناك أيضا مشاركين معك في هذا البرنامج اللي هم تقريبا أمجد وطيف الطيف الحاتمية. أيوة، إحنا نوجه لهم طبعا تحية لطيف الحاتمية، وأيضا تحية كذلك إلى أمجد. هني طبعا أيضا خلونا بما أن كان المشاركين أكثر من 30 دولة على مستوى العالم، إيش في عندكم أيضا كانت هناك ذكرت أنت اللي هي الورش التدريبية العلمية اللي كانت موجودة، خبرني أيضا إيش استفدتوا من هذه الورش اللي حضرتوها هناك؟
هذه كانت ورشة تناقش كيفية صعوبات التعلم في مادة العلوم حول دول العالم. طبعا مادة العلوم تتفرع مثلا كيمياء، فيزياء، أحياء، نعم، أو مختلف العلوم الأخرى مثل البيولوجيا، مثلا الجيولوجيا، هذه الأشياء. نعم. فهذه الورشة تناقش مثلا فيها عدد من يعني اللي عندهم شهادات كبيرة مثل الماجستير هنا، يناقشوا كيف إن طرق تعلم مثلا في دول العالم، مثلا كيف إحنا عندنا طرق تعلم، كيف مثلا الدول الثانية عندهم طرق تعلم، كان كشكل حوار مثلا، كشكل حوار جماعي، نعم، يعني عشان يكتسبوا خبرة، مثلا كل دولة تكتسب خبرة. وشاركتوا أيضا في الأمسية الثقافية اللي كانت حاضرة أيضا في هذا الملتقى. أيوة، أمسية ثقافية كانت تعريفية، مثلا كل دولة مثلا تعرف بنفسها مثلا ثقافيا، يعني إيش هذه الدولة مثلا هين تقع، إيش أبرز العادات أو التقاليد اللي في هذه الدولة. نعم. وايضا يعني مثلا كما الانشطه او السياحه الموجوده في الدوله هذه في سلطنه عمان، نعم، او في الدول الاخرى طبعا ايضا المشاركه، نعم، واكيد تعرفتوا على الاشياء الهامه والاماكن ايضا السياحيه المتواجده باقي الدول الاخرى، تعرفتوا على ايضا اللي هم المبتكرين، نعم، المتواجدين هناك. اكيد حتى نكمل مشوارنا لابد ان يكون هناك من يسندنا في هذه الحياه، سواء كان الاهل او الاصحاب. تحية نوجهها أيضا طبعا لدكتور عبد الله اللي هو موجود وحاضر معنا هني في الاستوديو، والد طيف العريمية. خبرينا أيضا عن دور الأسرة هني في دعمك وأيضا دفعك إلى الأمام في هذا الجانب. طبعا أكيد لا شك أن للأسرة وللأصدقاء وحتى المدرسين دور كبير ودور رئيسي في دعمنا. نحن نشكر وأوجه من هذا المكان كلمة شكر لعائلتي الكريمة ومدرساتي وأصدقائي، إنهم كانوا داعمين يعني كانوا وجهوا لنا دعم كبير، ساندونا حتى نحن في من خلال يعني خطوات المشروع، كنا نناقشهم في هذا المشروع، كنا نستشيرهم في مشروعنا، وكنا دائما ما نلقى منهم الدعم، وأيضا يطرحون علينا أفكار جديدة ويعطونا ابتكارات جديدة ويضيفوا إلينا في ابتكاراتنا. جميل. أكيد لهم يعني دور كبير. أكيد. وإحنا طبعا أيضا نشكرهم على هذه الجهود المثالية لوقفتهم، يعني كل أب وأم يقفون بجانب أو جوار هؤلاء الأبناء لدفعهم إلى الأمام، سواء كان في المذاكرة أو تنظيم الجدول اليومي الدراسي. وطبعا ناهيك أيضا عن اللي هو طبعا قومة الصبح. زين. كل هذه الأشياء طبعا نشكرهم الشكر الجزيل على كل هذه الجهود المثالية. بالفعل نشكركم أيضا على حضور معنا. شكرا لك يونس سالم الهنائي على مشاركتك معنا لهذا اليوم، وأيضا شكرا لطيف عبد الله العريمية، شكرا جزيلا لكم. العفو. حوارات في التربية. حدث الأسبوع. حدث الأسبوع. أهلا بكم مستمعينا الكرام في آخر فقرة لبرنامج حوارات في التربية. الحدث الأسبوعي لهذا اليوم سوف يكون عن ملخص ما جاء في كلمة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، حيث أنه طبعا سوف يتم هذا العام بإذن الله تعالى تطبيق مشروع السلاسل العالمية في تدريس مادتي العلوم والرياضيات، مواكبة للتطور المتسارع في هذين التخصصين، والتي كيفت لتتوائم مع معايير المناهج والبيئة العمانية.
أيضا هناك تطبيق لمشروع الاختبارات الوطنية كمؤشر ذي مصداقية لتقييم مستويات الطلبة التحصيلية. كذلك طبعا هناك تصريحات وتشهد بأن هذا العام يتم افتتاح ما يقارب 20 مبنى مدرسي وتعيين أكثر من 1400 معلم ومعلمة، ليصل عدد المعلمين والمعلمات إلى 56,000 موزعين على محافظات السلطنة في التخصصات المختلفة. أيضا نود أن ننوه أن من بينهم مخرجات الدفعة الثانية من برنامج التأهيل التربوي الذين تم إعدادهم في مؤسسات محلية وفق معايير وطنية عالية الجودة. كذلك هناك الكثير من المستجدات في التقويم التربوي لهذا العام، والتي من بينها البدء في تطبيق الاختبارات الوطنية والعمل باللائحة الجديدة لشؤون الطلاب في المدارس الحكومية. أيضا أشارت معاليها إلى الشراكة بين المدرسة والأسرة لأهمية الدور الذي يقوم به أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتشجيعهم على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لهم، وأيضا رغبة في تعزيز قنوات الشراكة بين المدرسة والأسرة من خلال تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية. طبعا أيضا هناك الكثير من التفاصيل، من ضمنها أنها ترفع الكثير من الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات وكافة العاملين في الحقل التربوي. أيضا هناك لدينا اتصال مع مديرة مدرسة وادي المستل الأستاذة هبة إسماعيل البلوشية. مساء الخير أستاذة هبة. يا مساء النور، يا هلا أستاذة فايزة، حياك الله معنا اليوم في برنامج حوارات في التربية. يا مرحبا بك أستاذتي. يا مرحبا فيك. أكيد أستاذة هبة، كونك مديرة مدرسة لمدرسة وادي المستل، هناك طبعا خطة جديدة في هذا العام الدراسي، حدثين عن أهم المشاريع وأبرزها التي طبعا خططتي لها لهذا العام الحالي بإذن الله تعالى. بداية أشكركم على هذا اللقاء. خطة المدرسة مبنية على أسس وقواعد وقوانين لا تأتي بشكل عشوائي، إنما تأتي نتيجة تحليل الثمارات وآراء أولياء الأمور، آراء الطلبة وآراء المعلمين. وبناء على هذا المنظور نقتبس من احتياجاتهم مجموعة من المشاريع والإنجازات التي نتمنى تنفيذها بهذا العام الدراسي. المشاريع التي يتم تنفيذها لا تقتصر فقط على الطالب أو المعلم وولي الأمر، أيضا تشمل جميع الجوانب في المبنى المدرسي. نعم، إذا هناك مشاركة في المشاريع مع أيضا أولياء الأمور بإذن الله تعالى. أكيد ولي الأمر هو عنصر أساسي في تنفيذ مشاريعنا المدرسية، لأنه هو تخدم الطالب وتخدم ولي الأمر أيضا. جميل جدا. إذن إحنا طبعا أستاذة هبة أيضا نتمنى لك التوفيق في خلال هذا العام الدراسي. نود منك أيضا أن توجهي كلمة منك أو رسالة لكل معلم ومعلمة وأيضا للطلاب. رسالتي أن الطالب أمانة لدى المعلم، يجب أن يبدع، يعتبر هذا الطالب هو ابن للمعلم في مدرسته. الطالب هذه حياة ومستقبل، أمل يسعى لأن يصل إلى هدف معين، يجب أن يكتسب جميع المقومات التي موجودة لديه ليصل إلى هذا الهدف الذي يريد تحقيقه. نعم أستاذة، إذن احنا شاكرين لك وشاكرين لك أيضا هذه المداخلة الجميلة. شكرا أستاذة هبة إسماعيل البلوشية مديرة مدرسة وادي المستل. يعطيك العافية أستاذتي. وصلنا إلى ختام برنامج حوارات في التربية، نتمنى لكم مساء جدا رائع بصحبة من أحببتم. تقبلوا تحياتي فايزة بنت أحمد السلطية، وأيضا تحيات الزميل خلفان العاصمي، وكذلك أجمل وأرق التحايا من المخرج سيف بن سالم الجرداني.